بس سمير عبد العزيز من هنا حته عم سمير طنطا انت دايما المكان ده قاعد هنا 30 سنه او كذا يعني ما كانش الشارع ده في حد بيمشي اصلا كان في طلبه بس والشارع ده كان فاضي فانا جبت جرت عملت بقى جيت عملت اقدام وحاجات وبعد كده بقى اشتغلت في الكتب جبت بقى نجيب محفوظ وجبت حسين عبد القدوس يوسف ادريس طه حسين احمد خالد توفيق نبيل فاروق وبعد كده جبت حاجات دوستويفسكي جون غرين الناس اللي هم اللي التوك شوت بدات بقى اشتغل واحده واحده كده لحد الحمد لله ما اتعرفت انا عندي شغل تاني ممكن اجيب لك مانع لان انا كنت اصلا بقرا كتب قبل ما ابحث فانا حبيت المجال فانا جيت بقى اشتغلت في الكتب دي على طول يعني ليه الدافع بقى؟ هي هوايه زي الناس ما بتحب كرة القدم في ناس بتحب اما دي هوايتي الاولى والثانيه والاخيره يعني مش عايز اقول لك انها عشت ما اعرفش انا ليه عندي مشاكل كباب بسبب في البيت على اهتمام بالكتاب فجوب العيال يقول لك مثلا ابونا مهمل فين عشان خاطر الكتاب يعني عامل لي عارف لو اعرف ان في كتاب جديد لو في الصعيد اروح اجيب الحمد لله يعني هي محبه الكتب عندي كفايه بس ان انا الواحد يالف في الورقه كده ولها مزاج خاص يعني أكثر الكتب المؤثرة في حياتك؟ معظم الكتب اللي هي الدينية، التنمية البشرية، الحاجات اللي هو اللي بدأت إن أنا أتعمق أول شيء في كتب الدين شوية، يعني زي ما أنت شايف كده أنا عامل مكتبة. كلمنا عن المكتبة. وعندك ده رياض الصالحين. خد بالك وفي النحو الواضح بيستعملوه هنا استمتع بحياتك الرحيق المخطوط نتكلم عن السيره بتاعت الرسول والفكر السنه للنساء كل واحد حاجه بتلزم الواحده الست في اي حاجه في اي سؤال في الصلاه في التعامل مع الزوج مع الحاجات دي فكر السنه كل حاجه حقيقيه شايف الرزق ده اول حاجه بتاع ربنا يعني الحمد لله الواحد ما دام الواحد مطلع ان هو بيعمله وعيالك الحمد لله برضه ان ربنا ما حاجه عليه وما الكلام ده فالرزق بيكفي يعني نقول الحمد لله يعني مثلا المحافظ اللي هو كان قبل ده ما كانش بيتكلم على موضوع الحلقه المراكب برضه هو شغلهم بس انا مش واخد حيز يعني هو شوف الحيز قد ايه مفيش ثلاثة صارت بره الخصيصية يعني بص لما تيجي تبص على المسافه بس هما ساعات يعني الحمد لله يعني هما عارفين ان انا ما عملت نفسي في حياتي يعني اكون ان اخر حاجه هو الواحد مستني دي كتاب كتاب بشريه على دين على السياسه على كتب المال على كتاب ماس كتاب الطبيعي يمشي لغه الجسد عادات ابن الحريه الكتب دي متعه اصل لما تيجي تقرا الكتاب انا ما بقراش الكتاب انا بضيع وقت بس يعني معظم الكتب ذات المال البشريه بتتم البيع وتبيع اي حاجه انا اتعلمتها منه المدير الذاتي كلها بالليل انا ممكن جاب كتاب جديد لازم اخده بالليل اقراه يعني مثلا ممكن يقعد معاك ساعات لما يكون كتاب شاددني اقرا خلاصه فيه عدد صفحات بس في كتب طبعا مثلا بتبقى زي 48 قانون للقوه كلهم صراحه كلهم اي واحد عمل كتابه الشباب في صغير حتى في الكون صغير بس انت عارف يعني في كتب كتيره مش عارضها عشان برضه المكان ما يسمعش يعني في عنده كتب كتيره ما يعني عندي 3000 انواع في